ودلوقتي بقى تعالوا نروح لحاجة، يعني خبر حلو، خبر حلو جدا، وتحديدا لعشاق الكرة العربية اللي بيتابعوا حاليا كمان مباريات بطولة كأس الخليج للنسخة الـ25 أو بيطلق عليها يعني خليجي 25 لكرة القدم، بتقام مفروض خلال الفترة ما بين 6 و19 يناير في مدينة البصرة العراقية. عايزين نتكلم يعني ليه تحديدا النسخة دي هي نسخة مميزة. خليني أقول لحضراتكم، نقدر نقول إن هي يعني البطولة دي غايبة عن العراق بقالها 44 سنة. 44 سنة طبعا. يعني ما كناش أصلا جينا آخر مرة العراق استضافت أو استضاف البطولة دي كان عام 1979، فاز وقتها كمان باللقب، وطبعا ده حدث تاريخي كبير جدا للعراق، وأكيد كمان هيساهم في دعم استضافة العراق للبطولات يعني كتيرة جدا على أراضيه وغالية على أراضيه. ويمكن حجم كمان التفاعل اللي هقول لحضراتكم هنقله الكروي مع البطولة بيكون كبير جدا حتى هذه اللحظة، ناس كتيرة جدا سعيدة، آلاف المشجعين الخليجيين بيكونوا موجودين. حفل الافتتاح كمان كان بحضور يعني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للفيفا، شخصيات خليجية أو عربية، وأكيد كمان مصر كانت حاضرة وممثلة في وزارة الشباب والرياضة والوزير أشرف صبحي اللي حضر حفل الافتتاح. وده مش بنقول حضور شخصي، إنما تمثيل طبعا كان لمصر وتلبية للدعوة، لأن مصر داعم بشكل كبير ودائم طبعا للعراق على كافة المستويات، حاجة أكيد أسعدت كمان يعني الشعوب العربية المختلفة. بنتمنى للعراق أكيد الاستقرار، بنتمنى الأمان والأمن والتقدم كمان لكل الدول العربية. ويمكن أكتر دولة كمان عربية فازت بالبطولة دي يا كريم حسب معلوماتي لو أنا مش غلط كانت تقريبا دولة الكويت. فبطولة حلوة ورجعت طبعًا بعد 44 سنة، فحلو حلو.